بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فإن الإسلام دين مبناه على اليسر والتسامح، والله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة، فقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك فإن الصيام مع أنه فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين، إلا أن الله سبحانه وتعالى علم أنه ليس كل الناس يستطيع أن يصوم. ولذلك فهناك ثمانية من الأصناف قد رفع الله سبحانه وتعالى وأباح لهم الفطر في رمضان. أول هذه الأصناف الذين يباح لهم الفطر في رمضان المريض والمسافر، فإن الله سبحانه وتعالى قال في آيات الصيام في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمرض يبيح الفطر، ولكنه المرض الذي يشق معه الصيام، المرض الذي يشق معه الصيام أو يتأخر بسببه الشفاء، فيباح للمريض الذي لا يستطيع أن يصوم، ولا بد أن يكون هذا باستشارة الطبيب المسلم الثقة، أن يفطر في نهاية رمضان ثم يقضي بعد ذلك ما أفطره في أيام رمضان إذا كان مرضه سيشفى منه بإذن الله. لكن إذا كان هذا المرض مرضا مزمنا، يعني مستمرا معه لا يرجى فيه الشفاء، فهنا يطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك المسافر يفطر إذا كان سفره طويلا تقصر فيه الصلاة الرباعية، ثم بعد أن يعود إلى وطنه وبعد أن ينتهي شهر رمضان يقضي هذه الأيام التي أفطرها أثناء السفر. وكذلك من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان الحامل والمرضع، فالمرأة الحامل والمرأة المرضع يباح لهما الفطر في نهاية رمضان، ويقضيان بعد رمضان ما أفطرتاه في أيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. وأيضا ممن يباح لهم الفطر في رمضان المرأة العجوز والشيخ الكبير، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آيات الصيام، قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمراد به كما فسر الآية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينة. فالشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام لكبر سنه ورقة عظامه، وكذلك المرأة العجوز يباح لهما الفطر إذا عجزا عن الصيام ويطعمان مكان كل يوم مسكينة. آخر هذه الأصناف الثمانية الذين يباح لهم الفطر في رمضان هما الحائض والنفساء، فالمرأة الحائض والمرأة النفساء يحرم عليهما الصيام أثناء الحيض وأثناء النفاس وبعد أن ينتهي الحيض وبعد أن ينتهي النفاس وبعد أن ينتهي شهر رمضان، يقضيان مكان هذه الأيام اللتان أفطرتهما في نهاية رمضان. فهذه أصناف ثمانية يباح لهم الفطر في نهاية رمضان، ومن سواهم ومن عاداهم لا يباح لهم الفطر، بل يجب عليهم
الصيام، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى علينا فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.